استكملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركز قوس بمحافظة قنا تنفيذ عدد من المشروعات، من أبرزها مدرسة الحلة الإعدادية المشتركة بقرية الحلة التابعة لمجلس قرى جراجوس. وتضمنت مشروعات المبادرة وحدة التضامن الاجتماعية ووحدة طب الأسرة بقرية جزيرة مطيرة والوحدة البيطرية ووحدة التضامن الاجتماعية، فضلا عن مجمع الخدمات الزراعية ونقطة إسعاف.